شاب عندي علاقة جنسية بشابة لمدة 5 سنوات ونحن نتعاشر كالأزواج ولا يجمع بيننا رابط شرعي، ما عندناش العقد إن شاء الله تبارك وتعالى، فهل يجوز أن أصحح هذا الخطأ بأن أتزوجها؟ لا إله إلا الله، بس بس يعني اسمحوا لي أزدي، اسمحوا لي أنا، اسمحوا لي، لأن واحد العدد من الناس يعلقون علي ويقولون أولم تجد من الأسئلة إلا مسألة الزنا والعلاقات الغير شرعية بين الجنسين والخيانة الزوجية، ألم تجد إلا الحديث والعياذ بالله عن هذا الموضوع؟ لماذا لا ترتفع ويرتفع مستواك وتتحدث عن أمور أخرى كان الأولى أن نطرقها مع أبنائي؟ والله يا إخواني هذا الشيء ماشي أنا أريد إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال استعراض هذه الأسئلة ومحاولة الرد عليها أريد أن أحقق مجموعة من الأمور. أولا، لا ينبغي أن كما يقال نخفي الشمس بالغربال، هذا واقعنا. فالإنسان إذا كان مريض ومصاب بمرض ليس من الحكمة أن يخفيه، لأنه في حالة ما إذا أخفاه يمكن أن ينتشر عياذا بالله المرض في الجسد كله، وأنا ذاك لا يمكن أن يعالج نفسه، فلا بد من إظهار هذا المرض للطبيب حتى يعالجه. إذن هذه إن شاء الله لا بد، هذه مسألة، هذه لا بد أن نتحدث عن الواقع، في الواقع ولا يرتفع، وهذا هو الموجود. والشباب إن شاء الله تبارك وتعالى ثانيا حينما يسألونك هذا السؤال فنيتهم نية طيبة، فهم يريدون أن يعالجوا الأمر، يريدون أن يتداركوا الأمر، فيهم خير، لا يريدون أن يستمروا على هذا النهج الخاطئ، فهم يعرفون أن هذا نهج خاطئ وأن الاستمرار فيه قد يؤدي إلى كوارث، وأنهم يعرفون أنهم سيعودون إلى ربهم ويحاسبهم، وأنهم يعرفون أنه من الممكن أن تكون هذه العلاقات الغير شرعية تؤدي إلى عاقبة سيئة وخيمة. كم من شاب مات بين فخذي امرأة، كم من شاب أصيب بأمراض عن طريق والعياذ بالله هذه العلاقات الغير شرعية عقابا من الله لهم. إذ فهو يعرف أن هذا لا يمكن أن يستمر، فيريدون أن يؤوبوا إلى الله وأن يتوبوا، ونحن نعينهم على ذلك، لأن أبواب التوبة، باب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة، باب التوبة مفتوح حتى تظهر الشمس من مغربها، والله يتوب على العبد سبحانه عز وجل ما لم يغرغر، ما دامت أنفاسه تتردد في صدره فالله يقبل توبته. وإذا كان المولى قد تاب على من قتل 100 نفس ولم يفعل خيرا قط وكان من أهل الجنة، فمن باب أولى أن يعرف هؤلاء الشباب أنه ليس العيب في أن يعصي الله في فترة نزوة وضعف يستزلهم الشيطان ويدحرجهم إلى أسواق الفواحش، مش هذا هو العيب، فكل بني آدم خطاء، ولكن العيب هو أن يستمر ولا يتوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. 5 سنين على علاقات غير شرعية مع فتاة، يعني هذا أمر فيه ما فيه، ولكن ليس لكما إلا أن تعود إلى ربكما. لا يشركون، لا يقتلون، لا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يقول أنا شاب عمري 25 سنة، مهندس، دخلي يعني طيب وجيد، فأردت الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى، فخطبت يعني فتاة، ثم يسر الله تعالى أن قيض الله لي عمل
في بلد أوروبي، فاضطررت إن شاء الله تبارك وتعالى للسفر إلى ذلك البلد الأوروبي حتى أمارس المهنة ديالي والعمل ديالي في إحدى الشركات في أوروبا. فرفض والداي أن تسافر زوجتي معي، قال كسدي روح أنت سافر وخدم تما المدة اللي كاين، والزوجة نتاعك خليها معانا باش تكون ضمانة باش تولي لنا، لأننا نخاف كيقولوا إلا ديت الزوجة غادي تسمح فينا وما تبقاش تقصي علينا، ونحن نظن بك. ما معنى نظن بك؟ نبخل بك، لا نريد أن تبتعد عنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان بعض الأمور الإنسان يحار فيها والله. الولد نتاعكم قريطوه، واش باش يمشي يخدم على راسه ويمثلكم أحسن تمثيل ويرفع ريسانكم بحسن الخلق وبدينه ويتحمل مسؤوليته لينفعكم وينفع نفسه وينفع أمته، أما أنكم قريطوه باش تقبضوه عندكم؟ كان بعض الوالدين ما فهمش، هل يعتبرون تدريس الأولاد والإنفاق عليهم منا منهم يطلبون من بعدهم من بعد إن شاء الله التخرج ذاك شيء أن يتحكموا في الولد وفي مستقبله وفي زوجته وفي حياته؟ يعني ما كان عليكم أن تفعلوا ذلك، هذه نظرة خاطئة وهذه طريقة خاطئة أنت التعامل بتاع بعض الآباء مع الأولاد. إلى تزوج يتزوجها إن شاء الله تبارك وتعالى يأخذ زوجته معه، ما فائدة الزوج يتزوج ويخلي الزوجة معكم؟ ما فائدة ذلك؟ انتهي الوالد تزوجت الوالدة ديالي وهي معك، وحيثما ذهبت فهي معك، وأنا من نتزوج نخلي زوجتي عندك، ما المقصود بهذا؟ بغيت غير باش نولي عندك؟ كاين الهاتف، كاين الواتساب، كاين وسائل التواصل، بغيتني غير نعاونك؟ المعاونة إن شاء الله أعينك في البلد الذي أكون فيه. الآن كل شيء سهل الحمد لله، وسائل التواصل سهلة، ولا بغيت نصيفط لك سيدي غير شي فليسات إن شاء الله من الشهر للشهر بإذن الله تبارك وتعالى، أنا أوقع لك على ذلك على بياض. وكاين الحمد لله الوسائل باش نرسلوا الفليسات في الدقيقة ديالك تمشي تاخذهم، كاين الحمد لله هذه الوسائل التي يسرت لنا كل هذا النوع من المعاملات حتى لك أنك موجود طبعا في البيت. ما الذي يجعلكم يعني تتعاملون مع الأبناء بهذه الطريقة؟ رحم الله والدا أعان ولده على بره. إذن إذا كان غير يتزوج ويخليها عندكم ما يتزوج تماما. أرفقوا أيها الآباء بأبنائكم، لا تشتطوا في استعمال السلطة التي أعطاها لكم الله. الولد طيب ومبارك معاكم وصالح الحمد لله، فلماذا تصنعون هكذا؟ الله يجزيكم بخير، الله يكرمكم. من حق الولد أن يتزوج وأن يصحب زوجته معه. علاش؟ ملي تكون معه في ملي كيكون يفكر فيكم ويجي عندكم. على حقاش كي تكون معه تحصنه تعينه على الدين، ملي يتزوج يمشي تما. ألا تخافون على فتنة ابنكم؟ هو مزوج ويمشي تما بلا امرأة في ذلك البلد، ها؟ للعلاقات الجنسية فيها نوع انت فيها واسمه فيها انفتاح كبير، تحلل كبير. إذا أردتم أن تعينوا ابنكم على الاستقامة فليس بهذه الطريقة، إنما الطريقة تقتضي أن تكونوا أنتم من يأمر ابنكم أن يصطحب معه زوجته إذا لم يكن يريد. الله يجزيكم بخير، الله يرحمكم منه، وصلى الله على حبيبنا محمد. يقول صاحب السؤال: تزوجت امرأة لا تصلي وقبلت بها واشترطت عليها أنه في حالة ما إذا جمعنا سقف بيت واحد أن تصلي، فقبلت. فلما تزوجتها صرت أستمر في دعوتها إلى الصلاة عاملا بقوله تعالى: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها
لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لكن لاحظت أمرا جديدا، الأمر واسمه وإن شاء الله تبارك وتعالى، أنني كلما حدثتها عن الصلاة ضاق صدرها إلى درجة الاختناق، فلا تقبل أبدا أن تسمع كلمة صلاة، تفر وتنفر. ولاحظت عليها هذا المزاج الذي يتغير بهذا الشكل السيء إلى درجة الصراخ وضيق في التنفس. يا أخي إن شاء الله تبارك وتعالى زوجتك هاته حينما تحدث عن الصلاة فيضيق صدرها وتصرخ وتفر منك، اعلم إن شاء الله تبارك وتعالى أن الذي يمنعها شيطان استولى على قلبها، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الآن ينبغي أن تعالج هذا الأمر بقراءة القرآن الكريم عليها. هي إذا سمعت الصلاة يذق صدرها وتصرخ، فمن باب أولى إذا قرأت عليها القرآن يكون أمرها أشد من سماعها كلمة صلاة، فهي لا تحب سماع القرآن لأن استحواذ الشيطان على قلبها لكثرة غفلتها وبعدها عن الصلاة. الشيطان لا يقبل أن يسمع القرآن، هو يريد أن تظل بعيدة عن الله سبحانه عز وجل. فعليك إن شاء الله أن ترقيها، نعم ترقيها، تقرأ عليها القرآن بإذن الله. سترفض لكن ستفرض عليها إن شاء الله أن تسمعها كلام الله سبحانه عز وجل. ستصرخ ستصرخ ولكن بإذن الله كلام الله تعالى وأنوار كلام الله تعالى سيحرق تلك الشياطين. ما معنى يحرقها؟ أي لا تتحمل الشياطين أبدا سماع ذكر الله سبحانه عز وجل، لأنك إذا قرأت القرآن فرت الشياطين، خاصة سورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا تقربها الشياطين ثلاثة أيام بلياليها. تقرأ عليها آية الكرسي، تؤذن لها في الأذن، غينتدر هذاك الشيء غينتدر، وسترى إن شاء الله أثر ذلك الطيب، وبإذن الله ستعود إلى حالتها الطبيعية، وحينها ستقبل على الصلاة نشيطة وقد انفرجت إن شاء الله تبارك وتعالى كل هذه المضايق. يقول تعالى في سورة الأنعام: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا إن شاء الله تبارك وتعالى الصدور تنشرح بالقرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله أن يشفي هذه الزوجة يا رب العالمين. يقول أحد الشبان: طالما تمنيت إن شاء الله أن أتزوج من مغربية مسلمة تقطن بالخارج، وحدا وحدا نتزوج، والثانية أنها تأخذني إلى هناك وندير إن شاء الله تبارك وتعالى الإقامة وأحصل هناك على عمل وأرمي عصفورين بحجر واحد، أولا أحصن نفسي، وثانيا إن شاء الله تبارك وتعالى أفر من هذا البلد، فرص العمل نادرة جدا، ولذلك نمشي نزوج وندير الكواغط وأترك هذه الأرض حتى يوسع الله علي. مزيان؟ أيوة. ففعلا التقيت بإحدى الفتيات الشابات، جاءت هذا الصيف للمغرب، فالتقيت معها ودار الحديث بيننا وتكررت لقاءاتنا، فأخبرتني في آخر المطاف أنها تحبني وتود وترغب الزواج مني،
ففرحت لذلك وقلت لقد تحققت رغبتي ووصلت إلى تحقيق هدفي، وسيمن الله علي بالزواج لكي إن شاء الله تبارك وتعالى أترك هذا الواقع الأليم إلى جنة فرنسا حيث العمل وحيث إن شاء الله تبارك وتعالى سعة الأرزاق. لكن لما رجعت بديت إن شاء الله تعالى أهاتفها حتى تستمر إن شاء الله التواصل بيني وبينها إلى حين أن تقرر الزواج بي وتخبر والداها لكي نتمم إجراءات الزواج، ثم بعد ذلك إجراءات إن شاء الله تبارك وتعالى الالتحاق بها. لكن فوجئت أنها لا تجيب لي، فلما ألححت عليها ردت بأنها إنما كانت تمزح ولا رغبة لها في بالمطلق، كانت تفلى وكانت تتسلى الأوقات. والسلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إن شاء الله تبارك وتعالى اعلم أنك كنت تحلم، فلما استيقظت وجدت نفسك تعيش كوابيس هذا الواقع البئيس. فلا تحلم كثيرا يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لجمالها، لمالها، لحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه فتاة لعوبة كانت تتسلى معك لأنها وجدت في هذا البلد، وتذهب إلى بلد آخر وتتسلى مع الآخر، ولا رغبة لها هي في الزواج. ثقافتها بعيدة عن ثقافتك أنت في المغرب، تربت تربية بعيدة عن هذه الأحلام التي تحملها. أحلامها هي أحلام أخرى تشكلت من لدن واقع أفرزته ثقافة واقع آخر، قد حرر المرأة من كل هذا الذي تظنه أنت فيه السعادة. هي لا ترى في الزواج السعادة إطلاقا، هي ترى أن الحياة ينبغي أن تكون إن شاء الله تبارك وتعالى متفلتة من كل هذه الأمور. ترى في الزواج سجنا، ترى الزواج يحدها من حريتها، تراه قيدا، وأنت ترى الزواج هي إن شاء الله تبارك وتعالى وسيلة لتحصيل نفسك، ووسيلة إن شاء الله لتنتقل إلى ذلك البلد لكي تعمل وتنفق على زوجاتك وتبني بيتا. هي لا، هي هذا الأمر ليس مطروحا عندها. هنالك فارق وبو شاسع بين الثقافة التي تحملها أنت والحلم الذي يراودك، وبين الثقافة التي تربت عليها وعندها أحلام أخرى وطريقة عيش أخرى وأفكار أخرى وخلفية أخرى وغاية أخرى تختلف تماما على ما أنت فيه من أحلام ومنطلقات وأداب. فأفق يا أخي من غفوتك، وأفق من حلمك، أفق من حلمك. وإذا أردت إن شاء الله تبارك وتعالى الزواج، فأول شيء تختاره هو الدين. نعم لا يضرك إذا اخترت امرأة متدينة حتى من الخارج، من الخارج رفيع المتدينات. ولكن واش غادي نقول لك؟ أنت تريد كل شيء، تريد المرأة، وتريد الكواغط، وتريد أن تسافر هناك، وتريد العمل. أسأل الله تعالى ييسر لك، والله عنده كل شيء. سل الله سبحانه وتعالى يحقق لك ذلك، وسل الله أن يحقق لك كل ذلك بلا ما تمشي تما للخارج، ولا يسأل الله تعالى يحقق لك ذلك هنا إن شاء الله تبارك وتعالى. تظفر بذات الدين ويجيب لك الله سبحانه وتعالى عمل هنا. ولكن في كل الأحوال تقول لي منين رجعت وسمحت فيها ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ هل ستبكيها كما تبكي النساء؟ هي لا تريدك، هي كانت كتفلة وكتسلة. والسلام عليكم. اللي دركك انت كيقول حميث المخيط درك وطمحيط. هي لا تريدك،
هل تجبرها مثلا على أن تعيش معك مرغمة؟ لا. لذلك عليك إن شاء الله تبارك وتعالى أن تبتعد عن هذه الهواجس والأحلام، ما عندك ما تدير بها، وهذه لا تصلح لك، لا تصلح لك. أسأل الله تعالى يقيض لك إن شاء الله المرأة الصالحة المؤمنة مع الرزق الطيب، وأن يحييك الحياة الطيبة، وهي نسأل الله أن يتوب عليها وأن يهديها، وهي من بعد من اللي غادي تكبر وتكمل هذه المسألة تاع التسلية وتجد نفسها في عمر لوحدها، هناك ستندم وستحاول أن تراجع، لكن لربما يكون الأمر قد فات. والله تعالى على أعلم. خطبت واحد الفتاة العمر ديالها 16 سنة، والدي لا يريداني أن أدخل بها، ماذا أفعل؟ عندهم الحق. علاش عندهم الحق؟ لأن القانون المغربي أصبح لا يعقد للفتاة حينما تبلغ 16 عام، يرفض القاضي بناء على القانون الجديد. شوف القوانين الجديدة كيف هي، هي عندها 16 عام مكتملة النمو بالغة، لكن واش غادي دير؟ القانون هو هذا، لا حول ولا. تخاف الوالد ديالها إن شاء الله تبارك وتعالى اللي زوجك، تخاف الوالدين ديالها اللي زوجوك إن شاء الله وقبلوا بالزواج يخليوك تدخل بها وانت ما درتش الكاغط، وبعد ذلك عياذا بالله تحمل أو لا تفقد بكارتها والكاغط ما كاش، ثم يحدث بينكما ما يحدث بين الأزواج من سوء تفاهم بسبب تافه، لأن الشيطان يحسن التدخل بين الأزواج ليفسد بينهما ولو بأشياء بسيطة، آنذاك تغضب ثم بعد ذلك تتركها وتلفظها وهي ما دارت شيء مثلا الكاغط الذي يضمن لها حقوقها، وتكون هي تكون شكون هي؟ هي الضحية. إذا لا بد من أن تصبر حتى تعقد عليها. الوالدين ديالك إلا منعوك من هذا الشيء عندهم الحق، والوالدين ديالها إلا منعوك من هذا الشيء عندهم الحق، الوالدين ديالك والوالدين ديالها عندهم الحق، لأنهم داروا المجهود وزوجوكم وداروا العشاء، وهي إن شاء الله تبارك وتعالى محسوبة عليك. تبقى القضية نتاع الدخول بها لا يمكن حتى تديروا الكاغط. باش دير الكاغط أتصرف يا أخي، أنت صبرت كل هذه السنوات وأحببت هذه الفتاة وأحببت عائلتها، فعليك أن تزيد صبرا، شوي صبر حتى تدير الكاغط، لا تستعجل، لأن اللي كيضيعوا هما بناتنا، وأنا بناتي دائما دائما كنوجه لهم هذه المسألة، نقول لهم إلا ما درتوش الكاغط لا تسمحوا أبدا أبدا بالزوج أن يدخل عليك. علاش؟ لما يترتب عليه من آثار سلبية تتحمل بتبعات يا مسكينة الفتاة، هي الطرف والحلقة الأضعف في هذا العقد، فعندهم الحق إن شاء الله، ما يبقاش خاطر. الله يجزيك بخير وحفظك الله، والله يكرمك إن شاء الله تعالى. أنا شاب أعيش في بلاد المهجر في أوروبا، فأحببت بنتا فتاة في أوروبا وهي متدينة ومن عائلة محترمة، لكن والداي يرفضان رفضا باتا أن أتزوج في المهجر، ويريدان مني أن أتزوج فتاة في المغرب. في المغرب، ومن بعد دير لها الكوخت وديها معك او لا تخليها عندهم ما يهمش، المهم انك تديها في المغرب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني بعض المشاكل لا داعي لها، تجد ان بعض المشاكل مختلقة. يقول الاخ ان شاء الله تبارك وتعالى هو يعمل في المهجر واحب هنالك فتاة وراى انها ان شاء الله تبارك متدينة وعائلتها عائلة طيبة، فماذا يريد الأبوين بعد كل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيقول فاظفر بذات الدين وقد وجدتها، واختاروا لنطفكم فإن على عقد الساس فقد وجدت الأصل الطيب والعائلة الطيبة والبيئة المباركة. الآن أنت أخبرت والديك وإن شاء الله تبارك وتعالى بشرتهما بأنك إن شاء الله تخطو نحو بناء بيتك، وقد اخترت المرأة واخترت العائلة،
فليس لهما إلا أن يباركا، لكنهما يرفضان رفضا باتا ويشترطا ويفرضا عليك أن تتزوج من المغرب. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما أرجع وأقول، يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله والدنا أعانى ولده على بره، كان عليهما أن يباركا ويدعوا بالبركة، لأن المهمة ديال الوالدين والغاية الكبرى هي رؤيتهم لولدهم سعيدا مقبلا على ربي. علاش كيديروا العصا في الرويضة؟ علاش بعض الآباء؟ هذه أمور لا أفهمها في بعض الأحيان، يعني يتدخلان في الوقت اللي كيكون الولد والعياذ بالله غادي في الطريق اللي ماشي حتى لتما، يمشي يدي وحده والعيب متبرجة، شي وحده ماشي مدينة، هنا يتدخلان لإنقاذ ابنهما مما يمكن أن تؤول حياته إذا لم يلتزم بشرع الله في أعظم خطوة في حياته، وهي خطوة اختيار المرأة الصالحة لبناء البيت المسلم. لكن الإنسان اختار مرأة صالحة وعائلة صالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين، كان عليهما أن يبارك، ولكن ما عليك إن شاء الله تبارك وتعالى إلا أن تتزوج بالفتاة المتدينة طاعة لله ولرسوله، ثم حاول إن شاء الله أن تقنع والديك بالتي هي أحسن، ولعل الوقت بإذن الله جزء من العلاج. فلو أنك تزوجت بهذه الفتاة الطيبة وفهمت هذا المشكل لأعانتك على حله، ولرحت مع زوجتك إلى والديك في المغرب، ولرأيا من زوجتك كل الخير والخلق الطيب، ثم بعد ذلك يتغير وتتغير نظرتهما مع الوقت. أسأل الله تعالى سبحانه عز وجل أن يقودك إلى كل خير يا رب العالمين. تقول إحدى الأخوات، أنا امرأة متزوجة، عندي زوج تاع الأولاد، أختنق في الليل وأفكر في الهرب، وتأتيني وساوس والعياذ بالله للانتحار، يعني انطج ما نقدرش نجلس في الدار، وخاصة في الليل تنتابني الأعراض التالية، يعني يضيق الصدر ديالي وأفكر في الهرب، يبغي نخرج بالدار ونزقر روحي، وتجيني وساوس والعياذ بالله نتاع الانتحار، نسأل الله العفو والعافية. يا أختاه، لابد لك إن شاء الله من طلب العلاج، تمشي عند الطبيب أو لا تدير رقية شرعية عاجلا غير آجل. وأتمنى أن يقوم إن شاء الله الزوج بهذا، لأن هذا الميدان مليء بالأكاذيب وأكل أموال الناس بالباطل. ثم جاهدي نفسك أنت، لين يجيك ذلك الاختناق، توضاي وصلي وأطيلي السجود وقرأي القرآن وأكثري من ذكر الله سبحانه عز وجل، فإن الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وأسأل الله يشفيك لأولادك ولزوجك، وصلى الله على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين. احنا قال لك 5 تاع الموظفين أصدقاء كنديروا واحد العملية كيسموها دارت، يعني كل شهر كنجمعوا مثلا 200 ألف، يعني كل شهر كيدي الواحد 1,000,000 فرنك، كنديروها على حقاش الإنسان ما يجمعش ذوك الفليسات نتاع المليون إلا في حالات نادرة، وبهذه الطريقة في كل شهر من 5 شهور يستفيد واحد من 1,000,000، ويقدر يدير به إن شاء الله تبارك وتعالى يقضي شي حاجة اللي كتحتاج لها إن شاء الله القدر ديال المال الذي لا يكاد يجتمع لأحدنا في الشهر مطلقا. ولكن بهذه الطريقة فإننا فعلا نتغلب على هذه المسألة، ونستطيع أن نحقق بإذن الله شراء بعض مستلزماتنا بلا ما نلجأ للكريديات في ذيك الأسواق التي يكون غالبا التعامل بها ينبني على الربا. جزاكم الله خيرا، هذا نوع من التعامل والتعاون والتساند، فجزاكم الله خيرا، ليس في ذلك إلا الخير، وليس فيه ما يمنع شرعا، ليس في ذلك ما يمنع شرعا، هذه اللي كتقولها دارت ليس فيها ما يمنع شرعا إن شاء الله تبارك، هذا تعاون، حفظكم الله رعاكم الله. بل أعرف بعض العائلات في بعض المدن أنهم إن شاء الله داروها سنوات، وداروها بقصد
أن يحجوا، فحج الجميع، ما فاتش واحد 10 سنين وإذا بهم حجوا جميعا، وبقوا يديروها لأولادهم وراهم يحجوا بها أولادهم. فإن شاء الله تبارك وتعالى هذا الأمر فيه نوع من التعاون على البر والتقوى وعلى الخير، فجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.